بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما كنا عرضنا الكانتري تحت بعضها وزودنا زرار الايديت والديليت، عايزين نبدأ نشتغل عليهم. انا هشتغل المرة دي على زرار الديليت. انا عندي هنا موديل اهو، الموديل ده كان المفترض بتاع اد كانتري موديل. ماشي، هكتب بس كده يعني كومنت بحيث ابقى واخد بالي من الاماكن. هاخد كوبي منه او كابي منه وهعمل بيست. هروح على الموديل الجديد ده، بس مش هخليه اد كانتري موديل، انا هقول ده ريموف موديل، يعني ده الموديل بتاع او البوب اب بتاعه الريموف. هديها اسم، عايز اسميها اسم عام عشان هستغلها في ان هي ديليت الكانتري وان هي ديليت الكاستمر، فهسميها مثلا ديليت موديل. خلاص كده، مش عايز اقول ولا كانتري ولا كاستمر عشان عايز استغلها في الحتتين. وهروح اعدل بس في اللينك اللي فوق اللي احنا كنا عملناه قبل كده، ان هو بدل ما كان بيفتح الاسم القديم يفتح الاسم الجديد. اهو ايوه، ديليت كانتري موديل، لا هخليها ديليت ايه موديل، بس لما ادوس عليه يبدا يشغله لي. كويس جدا. تعال ننزل بقى تحت في الموديل بتاع الريموف. اول حاجه قابلتني التايتل، بدل ما قاعد كان اسمه اد كانتري موديل قلت له هيبقى اسمه ديليت موديل تايتل مثلا، وبدل اد نيو كانتري هنقول مثلا ريموف ريكورد. ريموف ريكورد، حلو جدا. وادي ايه الكانتري فورم، لا هتبقى اسمها مثلا ريموف فورم مثلا او ريموف انتري. ماشي، ريموف انتري فورم. ماشي، ريموف انتري. الاكشن كانتري كاستمر، وبعد كده انا اصلا عندي يعني هغيره، عايز العب على حاجتين، يعني عايز العب مره على كانتري يو ار ال ومره على كاستمر يو ار ال، فطبعا كده الاكشن مش هيعرف يشيل معاك الكلام ده، انا هظبطه بالبرمجه. طيب بعد كده هطلع مسج، بس هقول له بس انت متاكد انك عايز تحذف ولا لا؟ فطلع اقول له ايه، Do you really want to remove this record أو to delete this record مثلا؟ و question mark وخلاص، ومش عايز بقى أي حاجة في الفورم إلا إيه؟ حاجات محددة. هو فعلا اللي بيعمل ريموف هي الفورم دي أو هي البوب أب دي، بس البوب أب دي عشان تعرف تعمل ريموف لازم يكون عندها الداتا اللي بيزد عليها هتحصل عملية الحذف. إيه هي الداتا اللي بيزد عليها تحصل عملية الحذف؟ أولا أنا عايز أعرف أنا هدلت كانتري ولا هدلت كاستمر، فعرفت هعرف انبوت اسمه ديليت تايب، هخلي التايب بتاعه هيدن عشان ما يظهرش على الشاشه، هو بس ايه داتا جوه الفورم بس مش متشاف. طبعا انت ممكن تشيل كلمه هيدن وتخليها تكست وتتفرج، بس طبعا في الاخر هنخليها هيدن عشان ما تظهرش، بس هي هتشيل اولا كلمه كانتري او كاستمر عشان اعرف انا هحذف مين فيهم. وعايز الاي دي بتاع الحاجه اللي انا هحذفها، يعني عايز الديليت اي دي. الديليت اي دي هتشيل الكانتري اي دي او الكاستمر اي دي لو انا بحذف كاستمر. واخر واحده اللي هسميها البيرنت اي دي، دي هتشيل امتى؟ في حاله الكاستمر. انا عشان اقدر احذف كاستمر لازم يكون معايا الاي دي بتاع الكانتري اللي هو فيها والاي دي بتاعه هو جوه الكانتري عشان اقدر احذفه. فانا عايز تو اي ديز، الاولاني للبيرنت والتاني للريكورد ذات نفسه اللي هو الكاستمر ده في حاله الكاستمر. على العموم انا عملت ديليت تايب وعملت ديليت اي دي وعملنا بيرنت اي دي. حلو، كويس جدا. وهحط سمول اودي له اي دي مثلا وليكن ريموف مسج عشان اعرض بس فيه لو اتحذف او لم او لو في ايرور لان الريكورد ما اتحذفش او شيء، عشان يبقى في عندي مكان اقدر ايه اخاطب بيه اليوزر بالذات في حاله ان في ايرور. هو لو ما فيش ايرور مش مشكله، اقفل الموديل ده وخلاص. وديته كلاس كده عشان يطلع بخط صغير. ورحت اول باتن عندي، الباتن هو السكندري دوت اللي هو كلوز، وعندي البرايمري اللي هو سيف، لا هيبقى اسمه يس مثلا يس ريموف، انا باكد عليه بقول له يو ار ريلي وهو قال لي يس ريموف. تمام، الثري الهيدن دول المفترض هم دول اللي انا هبعتهم، يعني اول ما بيدوس هبعتهم ليها. يعني ايه؟ يعني عايز ابعت قيمه فيهم. فهعمل بقى الاي دي سيلكتور اللي هو بتاع الديليت تايب
هيجي دور الفاليو بتاعته هتيجي منين؟ من البارامتر اللي اسمه تايب. لا بعد القوس نمسح، بعد القوس بتاع الديليت تايب دوت فال افتح قوس وابعت له التايب. يبقى لما كان بيدوس على الزرار اللي هو بتاع الديليت والاديت اللي كان موجودين في الشريط بتاع الكانتري كان بعت التايب والاي دي والبيرنت اي دي فيما بعد، هاخدهم احطهم في الاي دي هاب بتاعت الفورم، احطهم في الاي دي هاب بتاعت مين؟ بتاعت الفورم. يعني متغذيه البوبب اللي هتظهر لي بان هو عايز يحذف كانتري ولا كاستمر والاي دي هاب بتاعتهم ايه؟ فده البيرنت اي دي. يبقى في الحاله دي كده شاشه البوبب بتاعت الديليت شايله كل الداتا اللي انا محتاجها عشان اقدر انفذ عمليه ديليت. تمام؟ تعالى كده نعمل ريفريش، اهو عمل ريفريش اوتوماتيك، اعمل ديليت. قال لي do you really want to delete this record؟ وطبعا في حاجات هيدن هنا. طيب احنا ممكن نقلبهم بدل هيدن نخليهم تكست عشان نشوفهم وعشان نشوف القيم اللي هم شالوهم اللي هم شالوها، يعني الاي دي هات والكلام ده كله والدنيا تمام ولا لا، او هرجع اخفيهم تاني. تعال ندوس على ديليت. التلات تكست بوكسز هم بس فاضيين، يبقى الداتا ما اتبعتتش كده، الداتا او الداتا ما اتبعتتش بشكل سليم. فاروح اعمل ايه بقى؟ الفانكشن اللي كانت بتبعتهم فيها مشكله كده، الفانكشن بتبعت الديليت تايب والديليت اي دي والبيرنت اي دي فيها مشكله. ارجع للكاستمر في ام، نسينا الهاش في الاي دي سيلكتور، بنحط هاش قبل الاي دي بتاع الاليمنت او بتاع التاج اللي احنا عايزين نوصل له. فارجع كده بقى اعمل ريفريش او على طول ادوس على ديليت. ايوه قال لي انا عايز احذف كانتري وادي الاي دي بتاعها. طب اخر الاي دي ايه؟ اهو مش عارف 9 اي ولا ايه؟ كلوز، شوف الثانيه سعودي اريبيا، لا دي حاجه ثانيه، يبقى كده الاي دي بيتغير فعلا. شوف الثالثه، لا تمام كل واحده بالاي دي بتاعها. يبقى كده انا معايا الداتا اللي انا محتاجها عشان اقدر انفذ عمليه ديليت. ارجع بقى كل حاجه هيدن، خلاص اتاكدت ان الداتا جايه مظبوطه ومسمعه معايا في الفورم، يعني لما يدوس على سبميت اللي هو يس هيبقى معايا انا عايز احذف ايه ومن انه اي دي والكلام ده كله بالنسبه لي تمام. خفيتهم كده تمام، عندي نو وعندي يس. نشوف بقى لما نبرمج يس ازاي عمليه الحذف تتم بشكل فعلي ان شاء الله في الفيديو الجاي.